استاذ فواز اليوم حياكم. هذه الشركه عمرها ايش قد؟ في البدايه اهلا وسهلا حضرتك والكادر وقناتكم الموقره في الشركه العامه لصناعه النسيج والجلود. طبعا خلينا نتكلم بالبدايه عن الشركه وفي تعريف مختصر للشركه ثم نتكلم عن تاريخ الشركه. في البدايه الشركه العامه لصناعه النسيج والجلود احد التشكيلات العامه التابعه لوزاره الصناعه والمعادن العراقيه. طبعا هذه الشركه كانت 7 شركات دمجت في شركه واحده عام 2016 بعد قرار الدمج اللي اتخذ في ايام حكومه السيد حيدر العبادي. كانت هذه الشركات ممتده من شمال الوطن الى جنوبها، الشركه العامه للصناعه الصوفيه والشركه العامه للصناعات القطنيه، الشركه العامه للصناعه الالبسه الجاهزه في الموصل، الشركه العامه للنسيج في واسط، الشركه العامه للصناعات النسيجيه في الحله، والشركه العامه لصناعه السجاد اليدوي في بغداد، والشركه العامه للصناعات الجلديه اللي هي مقرها قريب الان من مقر الشركه. طيب. هذه الشركات دوجت مثل ما استفدت سابقا في شركه واحده اصبح اسمها الشركه العامه لصناعه النسيج والجلود. طبعا الشركات هذه قديمه وتم تاسيسها قبل ما يقارب 50 أو 60 سنة ولها عمر طويل في الإنتاج وعمر طويل، وأغلب المواطنين في العراق لا بل جميعهم يعرفون الشركات وإنتاجها، وبالذات الشركة العامة للصناعات الجلدية اللي كنا نتذكر منتجاتها اللي باقية في أذهاننا إلى يومنا هذا اللي هي القماصل الجلدية المميزة والأحذية، سابقا كان اسمها باتا، ومنتجاتنا الأخرى من الملابس ومن الأقمشة ومن المستلزمات الطبية اللي أنشئت مؤخرا وحديثا من هذه المعامل التابعة إلى الشركة. إذن تاريخ الشركة الحمد لله مشرف وتاريخ عريق يمتد بجذوره إلى تاريخ البلد المشرف. أستاذ فواز، هو على حديث الباتا بعدها موجودة؟ لا، هو باتا كان اكو شراكه ما بين الشركه العامه للصناعه الجلديه سابقا. طيب. وشركه ايطاليه اعتقد ايطاليه اسمها باتا، وكان مواصفات عالميه وينتج داخل الخطوط الانتاجيه للشركه. طيب ليش ما نشوف مراكز مبيعات بكثره في البلد؟ نعم، مراكز المبيعات موجوده، اليوم لدينا مركز تسويقي كامل عباره عن المعرض النموذجي الموجود في الكراده خارج اللي موجود قرب من الشركه، ونعرض فيه كل منتجات الشركه، إضافة إلى منافذ تسويقية موجودة في كل مصانع الشركة الممتدة من الشمال في مدينة الموصل إلى الجنوب في مدينة الناصرية. لدينا مركز تسويقي في كركوك أيضا، لدينا معرض بيع مباشر في الموصل وفي الحلة وفي النجف وفي الديوانية وفي واسط وكذلك في الناصرية. كل المنتجات يحتاج لها تسويق طبعا حتى توصل للمواطن، بعض يشكل على تسويقكم؟ حقيقة موضوع التسويق له أهمية كبيرة عندنا، وبالذات بعد تسنم معالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم وجه بالاهتمام الخاص بموضوع التسويق وانتهاج واتباع الطرق الحديثة في التسويق. سابقا كان التسويق يتم عن طريق الطرق التقليدية اللي هي المعارض البيع المباشر والمشاركة في المعارض الداخلية والمعارض الخارجية. اليوم بدينا ننتج طرق جديدة للتسويق وطرق حديثة، استفدنا من السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك القنوات التلفزيونية في عرض منتجاتنا بالإعلانات وغيرها، وطريقة حديثة ابتكرناها في الشركة يمكن تحدث لأول مرة هي التسويق من خلال التوصيل أو الدليفري مثل ما يعرف أغلب المواطنين. اليوم عندنا موظفين كلفناهم بهذا الموضوع وبإشراف قسم العلاقات والإعلام في الشركة خلينا نقول عرض هواتف خاصة لموظفين البيع المباشر، وبإمكان المواطن أن يتصل بهذا الهاتف ويطلب المنتج اللي يريده ضمن القياسات والمواصفات اللي يريدها ويصل المنتج هذا إلى باب بيت المواطن.